نحن لم نسرع ولم نلقح خوفا من الكورونا، نحن لم أسرعنا إلى شبهات القتال، وسنقاتل وسننتصر. الروح الانتصارية للقوات العسكرية وللقوات الأمنية تقوم إما على الانتصار أو على الشهادة، وأنا معكم. إن كانوا يعتبرون هذا جبهة قتال، فأنا معكم في هذا الوقت وفي كل وقت، وسنتصدى لمن يتخفون في الجبال. كدولة واحدة وهناك رئيس دولة واحد، ومن يعتقد أنه يمكن أن يقسم الدولة ويفتتها أيضا فيصطدم بنفس العزيمة التي واجهتم بها الإرهاب. القوات المسلحة المدنية حسبونا صفا واحدا، الدولة التونسية واحدة، ولا مجال لمركز قوة فيها. وهذا دليل لمن يبحث عن الدليل في أن القوات المسلحة واحدة والدولة واحدة، ليست هناك دول ولا مراكز قوى نسمح بوجودها فيها.